جوازي التلقيح يمر من مراحل مختلفة لكنها سهلة. غادي نحاول نشرحها لكن بلغة بسيطة باش الجميع يفهمها. الخطوة الأولى هي أنك تدخل الموقع المخصص لهذه العملية وهو موقع www.lqahcorona.ma. هذا الموقع كيقدم مجموعة من الخدمات، لكن اللي كيهمنا أساسا هو الخانة اللي مكتوب عليها أقوم بتنزيل الجواز الصحي الخاص بي. طبعا هي الخانة اللي كتوجد في أسفل الموقع. كنقوم بالضغط على هذه الخانة هذه، ومن بعد طبعا كنعبئوا الخانات المتواجدة واللي كتضم أساسا التعريف، إما التعريف اللي كيتم عن طريق البطاقة الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب أو رقم جواز السفر. من بعد ما كنعبئوا هذه الخانة المتعلقة برقم البطاقة الوطنية، كندوزوا للخانة المقابلة واللي فيها تاريخ الازدياد. تاريخ الازدياد فيه اليوم، فيه الشهر وفيه السنة. هنا بالنسبة للناس اللي مثلا ما عندهمش يعني اليوم والشهر، ما كيعبئوش الخانة الأولى والثانية. طبعا من بعد هذه العملية هذه كنشوفوا الموقع كيعطينا واحد الرقم كيف ما كتشوفوا هنا مبين. هذا الرقم سميته كلمة التحقق، كنعبئوها في هذه الخانة اللي كاينة مقابلة لها، وكنضغطوا على الزر ديال البحث. طبعا كنتسناو. هنا مهمة واحد القضية نشير لها، وهي أنه من بعد ما كنعبئوا هذا الرقم كتجينا واحد الرسالة قصيرة SMS فيها واحد الرقم مكون من 4 أرقام، واحد الكود. هذاك الرقم طبعا كيجينا في الهاتف اللي عطينا النهار الأول فاش درنا اللقاء. داك الشيء علاش ضروري أننا خصنا نخليو حدنا الهاتف، مجرد ما كيجينا هذاك الرمز كنعبئوه في الخانة المخصصة وكنضغطوا طبعا على تأكيد. في حالة الى يعني ذاك الرقم ما بقاش خدام او ضاع منك ذاك الرقم ديال الهاتف، الموقع كيعطيك إمكانية انك تدخل باش تبدل المعطيات ديالك والبيانات الخاصة بك. من بعد كتكون إمكانية انك تحمل نوعين من الجواز. طبعا كاين النسخة العادية اللي هي نسخة ورقية كيمكن انك تحملها وتوجدها باش انك تطبعها، وكاين النسخة المخصصة للهاتف. طبعا هنايا هذه النسخة هذه كتجيك نسخة اللي يمكن أنك تكون عندك في الهاتف المحمول ديالك، وكيمكن أنها يعني تعطيها وتدلي بها في الأماكن اللي كيطلبوا منك هذا الشيء. إلى جانب هذا الشيء كاينه واحد النسخة أخرى ديال الاختبار ديال PCR اللي كيتضمن النتيجة ديال هذا الاختبار والمختبر اللي درتي فيه هذا الاختبار. اليوم ضروري يكون عندكم طبعا هذا الجواز هذا باش تضمنوا به الولوج للإدارات والفضاءات العمومية وكذا التنقل. يمكن انه تكون عندكم هذه النسخه الرقميه في الهواتف ديالكم كيف ما شرط، لكن كذلك يمكن لكم طبعوها، وضروري يكون فيها ذاك الرمز المقروء ذاك الQR، لانه ضروري يشوفوه الناس من بعد كيعرفوا واش انتم فعلا هذا الجواز ديالكم او لا. فالطريقه كاين جوج طرق، اما انكم تطبعوه بهذه الطريقه اللي كنشوفوا كتكون يعني عباره عن نطبعوه على الورق او على شكل بطاقه كيف ما كنشوفوا في هذه الصور المبينه امامي.